اختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، انت هو الطريق. معكم خبر انه العبادة هي حاجة طبيعية بتخلق بالانسان، مثل الحاجة للأكل والشرب والتنفس. الانسان ما بيقدر ما يعبد. الله وضع العبادة كحاجة بتركيبة الإنسان حتى تكون هي الوسيلة للتواصل معه. قبل سقوط الإنسان بالخطية اللي فصلته عن الله، كانت العبادة تصير بطريقة طبيعية عفوية، ولكن بعد السقوط صار الإنسان مجبور يقدم ذبيحة بدل منه حتى يقدر يتواصل مع الله. يعني بكلام آخر، صارت الذبايح جزء أساسي بالعبادة. الشيطان ما اكتفى بأنه يفصل الإنسان عن الله، ولكنه ضلل الإنسان حتى يستبدل الله الحقيقي بآلهة أخرى. وصار الإنسان مع مرور الزمن يقدم ذبايحه لآلهة مزيفة، آلهة من صنع إيده، آلهة منا إلا شياطين بتخدم الشيطان ومملكة الشيطان. وطبعا هالشي وصل الإنسان لمفهوم أنه العبادة هي أنه يعطي إشياء منه، من ممتلكاته، من إنجازاته، وحتى ببعض الأحيان يقدم نفسه ذبيحة للإله اللي عم يعبده. يعني بكلام آخر، يموت من أجل إلهه. لما تجسد الله في المسيح إجا حتى يصحح مفهوم العبادة عند الإنسان، إجا حتى يقول للإنسان أنه الله ما بده إياك تموت من أجله، الله بده إياك تعيش من أجله. والذبايح اللي كان يطلبها منك تقدمها كانت بدل موتك أنت حتى تقدر تعيش من أجله، وحتى ما تضل بحاجة لتقديم هالذبايح كل مرة بتفكر تتواصل معه. قدم هو نفسه ذبيحة مرة وإلى الأبد، حتى يصير تواصلنا مع الله ممكن وبأي وقت على حساب دم المسيح. بيقول الرسول بولس برسالته الثانية لأهل كورنثوس هالكلمات: إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. يعني بدل ما أنا أقدم ذبيحة بدل مني تقول إني أنا متت، واحد مات عني فالجميع إذن ماتوا. وبيقول: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإذا من بعد ما قدم المسيح نفسه ذبيحة لأجلنا، نحن مش مطلوب بقى نقدم ذبايح حيوانية لله بعبادتنا، ولكن الرسول بولس بيطلب منا نقدم ذبايح من نوع مختلف. بيقول برسالته لأهل رومية هالكلمات، بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. الله بده إيانا نقدم أجسادنا ذبيحة لإله، ولكن مش ذبيحة ميتة، ذبيحة حية. شو المقصود بالذبيحة الحية؟ بيكمل وبيقول: عبادتكم العقلية. تعرفوا هالآية كانت سبب من الأسباب اللي خلتني سمي البرنامج وبعقلي كمان، لأنه الله بده إيانا لما أجي لعنده حتى أعبده أجي بكل قلبي، أجي بكل نفسي، إجي بكل كياني وبعقلي كمان. من الترانيم اللي انتشرت انتشار واسع بالفترة اللي مضيت، ترنيمة مباركة جدا قدموها فريق الرسالة، بدأت فيها هيك كنت عم دندن شوي أنا والشباب. الترنيمة اسمها بقدم نفسي ذبيحة حية ليك،
ما بفتكر في كنيسة أو في اجتماع مسيحي بالعالم كله ما بيرنمها بشكل مستمر. بس للأسف أغلب الناس لما بيرنموا هالترنيمة ما بيكونوا مدركين عمق وخطورة الكلام اللي عم بيرنموه، لأنه بيتاخدوا باللحن، لحن ترنيمة جميل جدا، وما بيسمحوا لعقلهم أنه يستوعبها، لأنه مستحيل عقل يدرك عمق هالكلام والكلام ما يصنع تغيير وفرق بحياته، بحياته الشخصية. كل واحد عم بيرنم هالكلام لما يدركه لازم يصير في فرق بحياته. الذبيحة بتعني كيان ميت، ولكن هون عم رنم وقول أنا عم أقدم نفسي ذبيحة حية. هذا يعني أنه كل إرادتي، كل رغباتي، كل أشواقي الشخصية، كل طموحاتي، كل شي بملكه، كل شي أنا عم أقدمه، عم أقدمه ذبيحة لألك. هذا بالضبط اللي قاله الرسول بولس برسالته لأهل غلاطيا. لك شو قال؟ قال مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا، تبي شو قال؟ ما قال أنا متت، قال فأحيا، بس مش أنا، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد اللي عم تشوفوه مني يا ناس، ما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. حلو الكلمات بتقول فيها بسكب كل طيبي. تعرف شو فكرة سكب الطيب من وين مستوحات؟ مستوحات من المرأة اللي سكبت قارورة الطيب عند قدمي الرب يسوع المسيح، والطيب اللي سكبته كان صار إلى سنين بتجمع فيه، كان بيساوي مبلغ كتير كبير، وكانت العادة إنه المرأة تجمع طيبة حتى تتدهن فيه للرجل اللي بتحبه ورح تتجوزه. فمن محبتها وإكرامها ليسوع كانت عم تقله ما بقى في حدا أغلى منك، أنت أغلى شيء يا رب يسوع، أنت أغلى حدا، بتستاهل هذا الطيب اللي عم بجمعه لحتى أقدمه لعريسي، لحبيبي، حتى أدهن فيه لإله، بتستاهل أني أسكبه عند قدميك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. أختنا ماجي ليون هي اللي كتبت هالترنيمة، صار حديث دردشة أنا وياها على التليفون وحبيت كتير اللي قالته، فعملت معها لقاء لحتى تخبرني، يعني حتى هي تفاجأت بالترنيمة ولما بترجع بتسمعها. تعرفوا ما بدي أخبركم شو صار، خليني أنا وياكم نسمع هذا اللقاء مع أختنا ماجي ليون ونشوف كيف الرب كلمها لما كتبت هالترنيمة، وشو بتحب تشوف بالناس عم يتغير لما تسمعهم عم بيرنموها. منشوف اللقاء ومنكمل من بعده حلقتنا. أختي ماجي ليون أهلا وسهلا بيكي في حلقة جديدة من برنامج وبعقلي كمان، بشرفني أن أنا أستضيفك معنا، أهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا خيمن، انا اللي متشرفه، وميرسي قوي على الدعوه وميرسي على صبرك عليا، وامين ربنا يدينا وقت جميل. امين. ماجي، احنا في برنامج وبعقلي كمان يعني هدفنا انه نتساعد كلنا مع بعض ونساعد اخواتنا اللي بيشاهدونا ان احنا مش بس نعبد الرب بمشاعرنا وبعواطفنا، قد إيه عقلنا لازم يكون involved في العبادة، يعني منخرط في عبادتنا علشان العبادة دي تغير فينا، وخصوصا لما تبقى ترنيمة جميلة لحنها جميل زي ترنيمة بقدم نفسي ذبيحة حية ليك. حلقة النهاردة بنتكلم عن ترنيمة بقدم نفسي ذبيحة حية ليك. ممكن نسمع منك شوية عن الترنيمة، كتبتيها إمتى وإيه اللي كان على قلبك لما كتبتيها؟ الترنيمة اتكتبت في سنة 2002 على حد ما أنا شايفة، ومن آخر 2001 لنص 2002 أنا فاكرة أن ده كان وقت شقلبة في حياتي مع الرب. الوقت اللي قبلها كنت بصارع قوي مع أني أبقى بالحقيقة مكرسة بكل ما فيها للرب، وكنت بمشي على كل التعليمات واروح كل الكنائس واحضر الاجتماعات واخدم وارنم، وبرضو كنت حاسة في صراع، في نزاع، في دايما حتة بتاعتي وحتة بتاعته، في حتة فيا مش عارفة تعيش كل اللي هو كتبه للآخر،
وعديت في وقت تمرد شديد، وكنت بقول له بص يا رب انا يعني مش ناقصة احمال عليا دينية ومش عارف اعيش اللي انت عايزه، فبالتالي واضح ان انا مش كف ان انا اعيش الحياة دي معاك، وانا خلاص زهقت وارتديت في قلبي، مش كاعلان ايمان بس في قلبي كده، رجعت خطوتين قلت انا مش هعرف اعيش لك كده كده بالكامل، عملت كل اللي عندي، عفرت ومفيش فايدة. ايه سبب ال 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 خلينا نقول اللي انت بتقولي ان انا ارتديت، او مثلا ايه السبب اللي مخلاك تقولي ان انا خلاص زهقت؟ ايه السبب؟ هل في اسباب محددة؟ فهمت بعديها ايه اللي خلاني اقول كده. انا اللي فهمته بعدها، بعد هقولك اختبرت ايه وبعدين هقولك ليه قولك. اللي حصل في آخر 2001 إن أنا معرفتش أبعد كتير، يعني ما قدرتش، قلت له بص يا رب يعني أكيد في حاجة غلط أنا فهماها، شدني تاني شدني تاني. وقت أنا فاكرة خدت أجازة شوية من الفريق اللي كنت بخدم فيه، وقعدت بقى للرب وقلت له بص يا رب أنا أسواري مهدومة، حاسة أن أسواري مهدومة وأن الهيكل مهدوم، وفي حاجة مش هي الفولنس اللي انت عايزني اعيشه. وبعدين سافرت مؤتمر في أوغندا كانوا بيحكوا على ازاي النهضة حصلت في البلد بشكل عجيب وبشفاءات وبتكريسات للبلد كلها، وكان الحد الرسول اللي بيحكي عن الموضوع ده في أوغندا بيقول المفتاح كان حاجة واحدة، التكريس الكامل، والحاجة التانية انك تستسلم لانك مش هتعرف تعملها لوحدك، ودي كانت المفتاح. أنا كنت بحاول بكل اللي أعرفه إن أنا أعيش للرب بقدرتي وباللي أعرف، مع إني كنت ممتلئة بالروح وكل حاجة، لكن كنت عايزة أعيش كل القوانين الدينية والروحية اللي بسمعها في الكنيسة بكل إخلاص بكل ما عندي، ومش عارف لأن أنا اللي بحاول أعملها. أنا ماسكة حاجات في ايدي بتاعتي حياتي، وفي نفس الوقت بحاول اعيش للرب. وجيت فقط حسيت ما هو مش نافع انا وانت مع بعض اعيش لك بالإناءين جوايا، حد فينا لازم يعيش والتاني يموت. وما كنتش فهماها لغاية ما في المؤتمر ده روح القدس فاض بجد جوايا، ولما روح القدس فاض اكتشفت كم الاشتياق الرهيب اللي جوه الرب ليا، مش العكس، مش جميل. انا اللي عايزه، مش انا اللي بدأ، ده هو اللي عايز ياخد كل حاجه فيا زي النار لما بتلتهم ما بتسيبش حاجه. وقبلها الترنيمه اللي قبل دي على طول كنت كاتباها في الصفحه اللي قبلها بتقول انه اللي هي الايه اللي في عبرانيين 13 اللي هي بتقول نقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترف باسمه. وأنا كنت فاكرة أن الذبيحة اللي أنا أقدر أقدمها طول الوقت للرب هي تسبيحي وعبادتي لأني بخدم في العبادة. بعدها على طول ابتدى الاختبار ده يشقلب كياني، وابتدى الرب يقول لي بس الذبيحة اللي أنا عايزها منك مش تسبيحك ومش عبادتك، أنا عايزك على بعضك كده كلك على بعض. وجات الآية بتاعت اللي حضرتك لسه قريها اللي هي في رومية 12 اللي هي قدموا أجسادكم ذواتكم انتوا باللي جوه واللي بره باللي عارفة تعمليه واللي مش عارفة تعمليه ذبيحة حية، زي بقى ما حضرتك قلت يعني ايه ذبيحة ويعني ايه حية، يعني تركب ازاي، مقدسة لدى الله عبادتكم العقلية. وأنا شخص عقلاني جدا يعني ريزنبل جدا، فكنت قعدت شوية قدام حية دي، فاللي فهمته أنه الرب بيقول لي بكل وضوح في الوقت ده أنا مش عايز منك حاجة، أنا مش عايزك تقدمي لي أغلى حاجة عندك على المسبح زي ما بتسمعي كتير حط إسحاق والغالي بتاعك على المسبح. كنت دايما فاكرة أنه الرب هيشوف إيه أغلى حاجة عندي ويطلبها، ايه اكتر شخص بحبه ويبقى عايزني اديهوله، ايه اكتر حاجة بحلم بيها
واسلمها له دايما. ده يعني كان ده الفهم بتاعي. وان انا كده بدي ذبيحه للرب وده التكريس. فقال لي انا مش عايز منك ولا حاجه، خلي كل الحاجات اللي بتحبيها معاكي، حتى العلاقات اللي انت حاسه ان هي طول ما انت فيها انا مش هبص لك، انا مش دي قضيتي خالص. انا قضيتي ان عايزك انت على بعضك، ولما انت بتيجي على بعضك تبقي ليا، انا اللي بقدسك، انا اللي انا اللي بشيل من جواكي الاشتياقات اللي مش ليا. ده مش شغلك، ده شغلي انا. جميل. قد ايه ده كان اكتر وقت اتحررت فيه في حياتي، مش لما اتحررت من قيود، مش لما اتحررت من خطيه، لما اتحررت من انا. لما اتحررت من ان انا اللي بحاول اعيش له. لان حد تاني دخل جوه، احتل المكان، سلمت الرايه البيضاء، لم يعد هذا المكان بتاعي، لا ليس لي فيه اي تصرف ولا حقوق. وهو شغلته يعيد ترتيب كل حاجه، حتى مشاعري حتى اشتياقاتي. في العدد الاولاني اللي كان بيقول بقدم نفسي ذبيحه حيه ومرضيه ليك، كان استسلام، وفي نفس الوقت استجاب تجاوب، كان تجاوب لكل السحب اللي عمال يسحبهولي بربط المحبة بحبال البشر، بكم حب كان عمالي كأنه بيشدني حتة بحتة بحتة كده لغاية ما سلم نمر خالص. وطول عمري كان جوايا مشهد مريم وهي بتكسر الطيب عند رجلين يسوع. الست دي عملت كده بلا أي ضمانات، ما كانش عندها 1% ضمان ان هيرجع لها ولا حاجة من اللي بتعمل. بالعكس، كانت هتتبهدل، هتتهزق، هيقولوا عليها ايه اللي بتعمله ده، يا انت مش يعني مفيش، الست دي مش مظبوط، whatever. هي ما فكرتش لحظة، هي خدت كل اللي فيها، كل ريحتها، دي كانت ريحتها يعني الطيب بتاعي ده ريحتي، وقامت رمياء. طب هيحصل ايه بعد كده؟ معرفش. طب هيكسب ايه؟ معرفش. طب هنعمل ايه؟ معرفش. انا اللي اعرفه ان ده وقت ان كل حاجة تخصني فيها ياء الملكية تترمي عند رجلي، وهو ياخدها يعمل بيها بقى اللي هو عايز يعمله. ولان كان جوايا حاجات غالية مش عارفة لسه اتخلص منها، مش عارفة اسيبها، قلت له طيب انا هرجع عن الالهه الغريبه اللي انا عبدتها معاك. انا ارتديت في وقت لاني ما كنتش فاهمه المحبه اللي انت بتجذبني بيها، كنت فاكره فروض ووصايا وعشان اعيش مسيحيه جيده مؤمنه بعكس صورتك ومجدك، مش ده خالص. انا ما كنتش فاهمه ان انت اللي مشتاق، انت اللي عايز تخصصني ليك كأني حاجه بتاعتك، انت مش عايز حد تاني. جميل. طيران كده، مش عايز حد تاني ياخدها، دي بتاعتي. فخلاص انا محتاجه ايه اكتر من كده؟ الحاجات بقى يا رب اللي انا مش قادره اتنازل عنها، انت اشفي ارتدادي، انت قدسني، انت رجعني الاناء اللي انت شايف يعكس مجدك ازاي، حتى مش انا بالطريقه اللي انا عايزه مجدك بيها. في وقتها انا فاكره ان انا اتفضيت زي الكيس كده لما يفضوه، وما فضلش جوه ولا حاجه جوه خالص، فاضيه كده. وفضل حاجتين تلاتة اللي هم الحقيقيين قوي اللي الرب بصم عليهم، والباقي كله كان تدين. يعني يمكن 3% فضل و 97% تفضى، والرب قال لي ده اللي أنا محتاجه، 3% دول بس. وابتدى هو يملى بقى الحاجات اللي مختوم عليها بالمحبة بس، اللي مختوم عليها بالملكية الياء بتاعته بس، شوية شوية، قليل قليل. ففي الوقت ده قعدت قدامه يمكن 3 شهور في البيت، مش عارفة اطلع من الأوضة، وترانيم بقى 12 ترنيمة مثلا انا مش فاكراهم خالص، كلها في حتة انا بستسلم، انا لا خد تاني، لا خد اكتر، طب خد الحتة دي، طب وريني بقى انت مين، طب اعرفك بقى، عايز اعرفك اكتر، طب بس انا لسه لقيت يعني. الشبع، لقيت الشبع في العباده اللي فهمتي ان ربنا خلقك علشانها. بالظبط. ساعتها بس فهمت يعني ايه عباده. وساعتها فهمت انه هو مش بتاع اديني شويه كله يا ولا حاجه. صح. مع انها تبان حاجه يعني ايه ده، ايه التملك ده،
هو تملك. هي مش بس احنا بنقصدها وندافع عن ربنا، لا يعني ربنا مش عايز يحتلك، لا هو عايز يحتلك يعني. انا وبعدين فهمهاني في علاقه الجواز، مفيش حد بيتجوز نص شويه او نص اليوم او حته من البنت اللي بيحبها، هو بيتجوزها كلها كل الوقت صح، ومش بيفضل فيها حاجه بتاعتها يعني. هو الكل بقى، هو يملأ ملء، الرب بيملأ ملء الكل في الكل، فمش فانت هتفضي وانا اللي هقعد جوه، مش فاضل فيكي حته بتاعتك خالص. من وقتها العلاقه مع الرب بقت حاجه تاني خالص. بقت فيها استمتاع، فيها اكسايتمنت، فيها ما بقتش قيود، ما بقتش حاجة أنت مجبرة تعبدي، أنت بقيتي الوقت اللي قاعداه معاه هو يعني لقيتي قيمة نفسك في العبادة ومش عايزة تعملي حاجة تاني في كل حاجة، يعني في الشغل في أي حاجة بنعملها خلاص أنا بقيت فاهمة إيه يعني أنا معاه. بالظبط زي ما بتقول، بقى عندي شراهة إن أنا أقعد معاه، بقيت اصحى بدري اقعد شويه مع الرب اقرا الكتاب، اروح البيت بسرعه بعد الشغل اكمل اقعد مع الكتاب، لو عندنا خدمه بروح ارنم او اتمرن وارجع اقعد مع الرب. فما بقتش فاهم في ايه وحصل ايه، انا مؤمنه بقالي 12 سنه، هو ايه الجديد؟ كاني وقعت في بير ملوش قرار، اللي هو كل ما اكل اجوع، كل ما اكل اجوع، كل ما اشرب عطش، كل ما نهر سباحه لا يعبر. ايوه بالظبط كده، انا بغرق، انا بغرق ومش عايزه حد يطلعني، شكرا انا كويس. ده اللي انا فاكراه من قصه التريم، وانا فاكره ساعتها اتحررت من علاقات كانت ما كنتش قادره اتنازل عنها، وكنت بعافر وبصارع مع فكره انه طول ما انا في العلاقه دي انا مش مقدسه والرب مش باصص عليا ومش عاجبه وانا مش ساتيسفاينج لي. وده اللي خلاني بقى امشي. وإذا أنت سألتني إيه يعني إيه قصدك بارتداد؟ قصدي إن قلبي ما بقاش معاه، لأنه كده كده أنا مش عارفة أسيب اللي أنا فاهمة إنه عايزني أسيبه، مش قادر أسيبه، فخلاص سبت الرب بدل ما أسيب الحاجة. شكرا، لأنه أنا كنت مش عارفة أتحب منه، فبدور على الحب بره. لكن لما نزل يغرقني كده بالاشتياق والمحبة، واللي هو أنا بقيت أنا فاكرة كويس كنت بقعد أقول له ليه أنا وليه أصلا يعني إيه ده، طب إزاي، طب إيه ده. فالعلاقات اللي أنا مش عارفة أزيبها دي بقت توقع لوحدها، يعني بتتزحلق اللي هو أنا حتى مش بعافر، مش بتخانق، في حاجة بتملأ فبتوقع اللي ماسك فيا ده. يعني وصلتي للآية اللي في مزمور، دي آيتي على فكرة، آيتي المفضلة في حياتي كلها، في مزمور 40 والآية 8 اللي بيقول فيها أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. أيوه. وشريعتك أيوه. في وسط أحشائي، يعني مش عايز حاجة، ده سروري بقى هنا، فرحي هنا. بالظبط كده، بالظبط كده. الرب رجعني، انا اول ما اتخرجت قعدت 6 شهور قدام الرب، كنت فعلا مش تقاله قوي لان انا مذاكرتي كانت مستهلكة جدا، كنت بدرس هندسة فما كانش عندنا وقت النام أصلا، فما صدقت خلصت وقعدت له بقى. فكنت بقعد في الحتة بتاعت موسى بتاعت أرني وجهك دي بالساعات بالأيام، ما بطلعش من الآية دي، مش فاهمة أنا عايزة ده، أنا مش عارفة هو إزاي بس أنا عايزة ده، أنا عايزة دي. الحتة بتاعت قدوس ورأيت الرب بتاعت أشعياء 6، أقوم قاعدة يعني ايه رأيت الرب، ازاي شافوك، طب ما انا عايز اشوفك زيهم، طب ما فكنت يعني بمارينيت كده في الحاجات دي وهتجنن. من 96 ل 2002 حصل كل الشقلبانات دي، بس في 2002 انا رجعت بقى للحته دي، فبقيت اقول له بص بقى انا قاعده مش همشي غير لما اشوفك. يا وانا متاكد انك شفتي وبصراحه بامانه يعني الحديث معاكي ممتع جدا، وخصوصا لما انت بتتكلمي عن التكريس والعباده، ويعني بتمنى يا ريت لو البرنامج اطول من كده كتير، وده على فكره بيشجعني ان انا بحب ان انا اعمل معاكي لقاء تاني في حاجات تانية، بس في يعني للاسف وقتنا بيجري
وحاسس في جواكي حاجات حلوه كتير تقوليها. وقتنا اوريدي انتهى، بس عايز منك عباره بسيطه تقوليها لاحبائنا المشاهدين اللي بيشوفونا. ايه الكلمه اللي تسيبيها معاهم انه بليز وانتوا بترنموا الترنيمه ديت؟ ثلاث نقط، تملي الثلاث نقط ازاي؟ اكتر حاجه فرقة معايا أقولها ولسه كنت بتكلم الصبح النهاردة مع المشيرة بتاعتي فيها، إنه هو مش عايز منك حاجة، هو عايزك أنت على بعضك، ومش حتة منك ومش نص الوقت، أنت كلك كل الوقت. وحتى ارتدادك مكتوب أنا أشفي ارتداده في هوشع 14، حتى خطيتك، حتى الحاجات اللي مش عارف تسيبها، حتى إدماناتك لو في إدمانات، هو مسؤول لما تجيله بكل أنت وكل الوقت إن هو يشفي ارتدادك وهو يقدسك وهو يسحبك بربط المحبة. بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول قبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول قبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، انت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدته معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي يقدسني، يعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن إله عبدته معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي يقدسني، يعود يصنعني إناء يحمل مجدك. قبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول قبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، انت هو الطريق.